بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن. إن شاء الله أكلم حضراتكم النهاردة عن شيء مهم يعني لازم يكون معايا في العنبر. طبعا المجال إن شاء الله النهاردة هيبقى مع الباشمهندس محمود، هشرح لنا نظام المولد ده كده مولد كهرباء. طبعا يا باشمهندس يعني المجال اللي حضرتك هو ان انت يعني تشرح لنا كده باستفاضه. ده مولد كهرباء بيصفي 2.5 صافي. تمام. مكونات المولد بيبقى 2 مخرج. تمام. المخرج كهرباء. تمام. مفتاح اوتوماتيك. تمام. وده كده الفولتميتر اللي هو بيقيس معاه الفولت. وده مفتاح البطال. تمام. يعني ده اللي بيبطل المكنه ويدورها. تمام. المكنه دي طب امال ايه اللمبتين اللي موجودين؟ لمبتين بيان. لمبتين بيان يعرفوني اللي فيه كهربا شغاله. تمام. ده شاحن بطاريه زي تونجر. ده تونجر بيشحن، تونجر اللي هو بيشحن بطاريه العربيه وبطاريه الموتوسيكل وكده. لو البطاريه نايمه ده يشحنها ويبقى شغاله. تمام. طب بالنسبه للمكنه هنا هندسه، احنا بصينا كده لقينا مكتوب عليها يعني 7.5 هورس باور. ده الموتور الكبير 7.5، حاجه ما شاء الله، وثبات وصوت هادي ما شاء الله كويس جدا. طب يعني انا مثلا لو عندي مثلا عنبر هنقول مثلا راكب فيه شفاط 80 مثلا وغاطس مثلا 200 واط يشغله مرتاح، ومعانا الاضاءه برضه هندسه. الاضاءه ما ده طبيعي، مش الاضاءه بالنسبه لنا هتبقى ليد، ما تهزش حاجه. ده كده الشكل العام يا جماعه. الشكمان الكبير الكاتم طبعا ده هيوفر معايا يعني قله الضوضاء. المولد الطويل هيقلل معانا الضوضاء. ملفات نحاس، يعني ده النحاس يا هندسه. ده ملفات نحاس. تمام. النحاس يا جماعه برضو للعلم يا باشمهندس، احنا بنعرف الناس ان في منه نوعين، في النوع اللي هو النحاس وفي الالومنيوم وفي النحاس. تمام. ده موجود وده موجود. تمام. وشغالين برضه. بس طبعا احنا بالنسبه لنا النحاس هو الافضل في اي حاجه حتى في المواتير. ده بيان بيبين البنزين، ده حاله البنزين اللي هو مستوى البنزين. مستوى البنزين. تمام. ده غطا التانك. تمام. زي ما حضرتك شايفين ده مارش بس، عفوا منافله بس. ده نظام منافله. منافله بس. طب ممكن تجربوا لنا هندسه كده؟ بص يا باشا، هنقفل الهواء. تمام. تمام. وهي سهله خالص. بسم الله. ده كده حنفيه البنزين يا باشمهندس. ده كده في هنا زرار البطاريه يا جماعه. تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده مفتاح اوتوماتيك بيبين حاله التشغيل معايا اهو. ده اللي من خلاله بقدر ان انا اوصل وافصل. صح يا باشمهندس؟ اه يا باشمهندس. بنوصل ونفصل للمخارج دي. دي المفتاح الاوتوماتيك، لا قدر الله في قفله في اي حاجه بينزل اوتوماتيك. يعني ده في حاله الشورت او الـ تمام بطل. تمام. وده مفتاح البطال زي كده انا بطلت المكنه. تمام يا باشمهندس. المكنه دي بنزين. بنزين عادي يعني اي بنزين. 80 عادي مفيش مشكله. ما بتشتغلش غير 80 كويس. تمام. اي استفسار يا جماعه، استفوف تعليقات، يا ريت تشترك معانا. سعر ممتاز. طيب تمام ان شاء الله. من بره بكتير جدا. الله المستعان. طب. اي استفسار يا جماعه سيبوه في تعليقات، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير ومتابعتنا على الفيسبوك عباد الرحمن مستلزمات المزارع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.